السلام عليكم يا أهل الطيبين، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله رب الكل بصحة سلامة. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد وإن شاء الله الكل يستفاد منه. واليوم راح نسوي لكم كبسة لحم بس على طريقتي، وخلال نصف ساعة راح تكون جاهزة. راح تقولوا لي شلون، أكيد راح تدخلون الفيديو راح تشوفون الطريقة وكلش راح تستفادون. المهم حبايبي اللي وصل لهنا يا ريت تحطون اللايك، ويا ريت اتمنى انه تشاركون الفيديو حتى الكل يستفاد منه. وتجدد اذا عجبتكم القناه تشتركوا بيها وفعلوا الجرس على الكل. هسه راح نبدا وياكم بالمقادير. هنا بدايه مشتو حطينا شويه زيت، خلينا حبه بصل حجمها كبير لانها كلش ناعمه، قلبناها لحد ما تغير لونها، وحطينا له شويه فلفل اخضر وشويه فلفل احمر. طبعا فلفل اختياري اي نوع، بس اني عندي نوعين هنا فحطيت شويه احمر شويه اخضر. والنوب حبتين طماطم شويه حجمها كبير، ثرمناهم كلش ناعمه، يعني حمسنا البصل خلينا الفلفل شويه تقريبا خفيفه لان ما يصير نقلبه كلش هواي ونحمسه هواي لين مروره، بس اسمن يعني تقريبا خفيفه. وبعدين ثرمنا حبتين طماطم شويه كبيره وحمسناها لحد ما نشفت عندي. هنا راح اخلي هيل، قرنفل، دارسين، نوم بصره، وهيل، قرنفل، نوم بصره، وورق الغار. وراح نخلي شوي بهارات الكبسه. راح تقولوا لي مثل احنا ما عندنا بهارات الكبسه، عادي بهارات برياني، بهارات بشكله، اي نوع بهارات حبايبي. وحطيت ماجي، الماجي هم ان شاء الله اختياريه بكيفكم، تجون تحطون ماجي تجون تحطون ملح. راح نقلب المواد. هسه تقولوا لي شلون هي مال لحم وخلاص الساعه استوت. هنا اللحم انا سلكته على صفحه، اليوم جبت لكم طريقه هاي خاصه انا يعني على طريقتي الخاصه سلكت اللحم، يعني باقي له شوي ويستوي فشي بسيط. وطفينا، راح نقلبه ويا هاي المواد اللي خليناها ويا التتبيل البهارات. يعني هنا اللحم، يعني احنا هنا اللحم عندنا مستوي بس مو استوى كامل، اكثر من 3/4 استوى، يعني باقي له فشي بسيط ويا الرز او ويا التمن ويكمل. راح نقلبه شويه ويا المواد اللي حطيناها ويا البهارات حتى ياخذ الطعم. واكيد احنا على صفحه غاسلين التمن ومنقعيه او الرز ومنقعيه، وصفيته طبعا من المي، دشفون بالمصفي ما رد يكون اي مي بيه، وراح اخليه بهذا الشكل. طبعا تريدون تقلبوه ويا المواد اللي حطيناها بالبدايه، تريدون بس تخلوه هيجي براحتكم حبايبي، بس اني ما حبيت انه اقلبه، خليته بهذا الشكل. عندي مي اللحم على الصفحه اللي سقت بيه اللحم راح اخليه فوقها، فحسيت انه هسه الرز يحتاج بعد شويه مي، راح نكمله شويه مي. طبعا نحط مي هواي، دائما اقول لكم اذا التمن او الرز منقع فما نحط مي، شوفوا كميه مي قد حطيته، يعني اسمن غطى الرز فشي كلش بسيط العفو، لان انا التمن هنا او الرز منقعته فحطيت كلش فشي بسيط من المي هنا. هذا بعيدا عن الوصفه مالتي. طبعا هم اليوم طلعنا على حديقتنا وشفنا خير الله، طبعا اكيد تعرفون احنا هالايام عندنا كلش حاره شمس، فما شاء الله عندي المخضر تعرفون ده الدنيا حاره وسقي مي اكيد نسقيها، فما شاء الله صير طالع خير من الله عندنا الخيار. فبصراحه قطعت انا هواي كتبوا لي بالتعليقات معلاوي سوي طرشي، فهالمره لا حبيت انه جواريني هم اذوقهم من خيرات حديقتي، فقطعت لهم شويه معدنوس على شويه خيارات، وطبعا حتى جزر قطعت، راح تشوفون حجم الجزر شلون صاير ما شاء الله. طبعا هواي كتبوا لي بالتعليقات معلاوي انت الخيار انت ليش عندكم هيك نوعيته محبب؟ هذا هو نوعيته محبب، اذا تذكرون مران من زراعته مو نوعيته، فهو عده انواع، اكو نوعيه محبب، اكو نوعيه صار حجمها كلش كبيره الخياره، اكو ناعم عندنا مثل مال العراق، ترى عده انواع عندنا، بس هذا اللي تشوفوه شكله اللي هوايه قالوا ما شلون شكله مثلا ما عجبهم او خافوا منه، ترى طعمه كلش طيب وبالاخص اذا فريش ومقطوع من الحديقه. وهنا شوفوا الجزر الله عليكم ما شاء الله شلون صار غير يخبل. طبعا ان شاء الله راح اسوي لكم فيديو جديد بحديقتي بهاي الفترة شلون صارت وشنو هسه ما شاء الله الخيرات تطالع بيها. بس شوفوا جزر الله عليكم حجمها، طبعا هاي اذا شوفوها من النص حتى شوية عبالك مقصوصة، لان بصراحة اذا اقطعها ما انقطعت فحفرتها حفر، لان ما شاء الله حجمها كلش كبير. فهنا أنا حبيت قلت لكم اوزع شوية للجوارين خليه حتى يذوقون هم خيرات حديقتي. وهذا شوفوا الشيء البسيط هسه انا اللي مسويته بالماعون، يعني ترى هو كلش بسيط، بس ما اقول لكم ايش قد يعني من ودينا لهم اياه ايش قد فرحوا، لان هنا طبيعتهم يحبون
المخضر او الخضروات الفريش كلش حبوها، بالاخص من وديناهم هيك بعدها بتراوها، يعني عبالك مودينهم صاغة ذهب مو خضرة وخيار وجزر، هي كل إن شاء الله بسيطة بس كلش حبوها وكلش يعني ظلوا الشكرة ومن عندنا. فهم حبيت أضيفها للفيديو حتى أراويكم ما شاء الله هسه الخيرات اللي من الحديقة. فاللي قالوا لي أم علي الخيار هذا عندك هواي يسوي طرشي، أنا إن شاء الله راح أسوي طرشي، بس بصراحة هم طلعت شفت شوية حجمهن كبار صاير، أنا أريده يعني الناعم الناعم، فإن شاء الله هذا الأسبوع راح نقطع لي خيار وهم راح نسوي طرش وياكم، لان قلت لكم ما شاء الله خير من الله طالع عندي خيار. هذا المحبب حبايبي ترى حتى اهل تركيا اذا شايفين الطرشي مالتهم هم نوعيته هذا المحبب، بس قلت لكم ترى طعمه كلش طيب، يعني بالاخص اذا فشي قطعتيه او قطفتيه او حصلتيه من حديقتك طعمه يختلف وغير شكل، ف ما لكم علاقه بالشكل، الطعم مالته كلش طيب. طبعا هسه يوم من الايام راح اصور لكم عندي وحده خياره حجمها يمكن شغل لكم فوق النص متر صارت بس عفتها، قلت ان شاء الله هم فيديو من الفيديوهات راح اقول لكم اياها. المهم هناك كبستنا نص ساعه حتى اقل من نص ساعه وكملت عندنا، وها حبايبي حطيت النوم بصره، شفتوا انتم المواد ان شاء الله الخشن البدايه النوم بصره ورق الغار هيل دارسين قرنفل حطينا ان شاء الله هم واضحه قدامكم خاف شيء نسيته، بس شوفوا الله عليكم بقى الرز شلون شكله ويخبل. طبعا انا متعلمه دائما اقول لكم الله عليكم الله عليكم، ترى انا ما احلفكم بس هي شلون نقول احنا متعلمين. اكو وحده من المتابعات قالت لي هسه انت كل شويه الله عليكم الله عليكم، انا قابل شلون احلفكم الله عليكم الا تسوون هذا الشيء، بس اني شلون نقول احنا رغم لساني دائما اقول لكم حبايب الله عليكم، ما اعرف هي رحمه لسان وكلام. المهم طبعا تشوفون ايش الصينية هالي الصينية مال الخيار هم واضحة بالفيديو، وهنا جبرهومي طبعا قال انا قلبه، طبعا هم هنا عندي علي ابراهيم يحبون هاي شغلة القلبة مالت الرز، فهسه راح اراويكم شكله شلون صار وشلون الرز طبعا هيك منثور نثر نقول احنا كنا ريش، ما اعرف هم ليش يشبهوا بالريش. الحباي باع شوف 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 الله عليكم شوفوا هم قلت الله عليكم ما اقدر يعني مو بيدي بس هاني راهم. ورشت شوية طبعا هم قطعنا معدنوس من حديقتنا وشوية رشينا عليه، طبعا الريحة الطعم ما عتشيلكم. راح تقولوا لي معلاوي يصير بالدجاج، عادي حبايبي هم يصير بالدجاج، انا دائما اكو وصفات اذا ترهم شي ثاني انا تكون ياه بالفيديو بدون ما انتو تسألوني، فتقدرون هم تسووها بالدجاج، طبعا الطعم كلش طيب، وهاي الطريقة كل السهلة، يعني احنا صح مرات نسلق اللحم ونحط له المواد، لا هاي الطريقة بعد اسهل، فانت سلقي اللحم على صفحة وجربي هاي الوصفة مالتي وراح تشوفون. وحبايبي دائما اقول لكم ولو انتم ما شاء الله على ابداعاتكم على الصور تدزوا لي اياها بصراحة يعني ما شاء الله بلاي حسد صدق تبدعون، بس شوفوا الرز قدامكم شوفوا الحبة مالته شلون طويلة وشلون متنافر، هاي اهم شي حبايب، والطعم والنكهه والريحه ما احكي لكم. ووصفه هي كل ترى سريعه وبسيطه وما يراد من عندنا اي شيء، ما كنت تحكي ونسيت. فالمهم حبايبي هاي شوفوا الوصفه قدامي، اللي قد اقول لكم اللي جرب يدز لي الصور على الانستا مالتي، الانستا مالتي دائما اقول لكم نفس اسم قناتي، واقول لكم دائما اشتركوا بالانستا لان انا الانستا اكو امور يوم بيوم انزلها قبل ما انزلها بالقناه، ف اشارككم بيومياتي مثلا مرات ايش اسوي او ايش اطبخ او وين اروح، فهاي دائما احنا بالانستا نشارككم بهذا الشيء، فروحوا دخلوا الانستا اشتركوا بيها وتابعوا الستوريات ان شاء الله هم تعجبكم. وشوفوا اللحم شلون هسه ذايب ذوبان، طبعا اللي قلت لكم هو انا سلكته باقي له شيء بسيط حتى قلت اسوي الرز، وهاي قدامكم شوفوا 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 هذا تعذيب لو مو تعذيب، شوفوا شو منثور ولا حباية تمنة أو رز مكسرة وحدة بوحدتها، شوفوا الحباية شطولة وشوفوا شو منثور نثر. فحبايبي وصفة اليوم أتمنى نالت إعجابكم وأتمنى هم تجربوها، ودائما أقول لكم أي واحد يجرب من وصفاتي وتعجبه لا تنسون رحم الوالدية والأخوية، وما شاء الله عليكم أنتوا أصلا تترحمون الوالدة والأخوية بدون ما تجربون أي شيء، فهاي أنا عندي تسوى الدنيا وما بيها حبايبي. فلا تنسون الرحمة ولا تنسون تزور الصور على الانستا، وآسفة طبعا على هالمنظر هذا، ومن هنا وأقول لكم مع السلامة للجميع.